شفت لي هالطلة ما أحلاها؟ ريتها تسلم لي هالطلة. عجبك البيت؟ حبيته؟ حلو كتير. أنت مزوقة؟ طبعاً مزوقة، ما أنا حابة أحلى زلمة بالعالم، كيف ما تكون مزوقة؟ تعرف شو؟ أنا ما رح بلش الشغل هلا، رح استنى ليروح سامي وتنحل كل القصص. حبيبتي موضوع الشغل لسه ما حكينا فيه. كيف ما حكينا؟ حكينا واتفقنا. لا ما اتفقنا. أنا ما قلت لك رأيي، ما قلت لك إذا موافق ولا ماني موافق. دايم نحن فعلا بحاجة هالشغل. وإذا كنا بحاجة شغل خليني أنا أشتغل. لا مو معقول تكون تفكر بهالطريقة. يي ليش شو بتفرق يعني إذا أنا اشتغلت ولا أنت؟ وين الغلط إذا أنا اشتغلت؟ طيب لازم نعرف شيء عن شغلك، نعرف مين المدير، آدمي ولا مانو آدمي، يعني مين الموظفين، جو المكتب مريح ولا مانو مريح، دوامك طويل ولا دايم. ليش ما بتختصر كل هالحكي بجملة واحدة؟ اللي بغار عليك؟ بس بتي رح اختصر، بس مو بس بغار عليك، أنا بغار عليك وبخاف عليك وبموت عليك. منيح هيك؟ طيب توثق فيني ولا لا؟ شو هالسؤال هذا؟ أنا تركت حياتي كلها، تركت أهلي وعائلتي وشغلي ورفقاتي وعالمي كله، وجيت لحتى أكون بس معك وتقولي لي بتثق فيني؟ أنا حياتي كلها صارت تختصر بكلمة واحدة بس، اسمك مايا. ايه شو صار معك؟ حكيت مع المحامي وهو رح يجي لعندك بكره ويخبرك على كل شيء، بس موقفهم قانوني 100%. لا تقلي قانوني، هذا القانون انا بمصاريه بشتريه وبرجع بغيره. مصاريه في اعمل دستور جديد وقانون جديد اذا بدك. ايه شفت الحفله السخيفه؟ ايه شفت شوي منها. هذا المسرح كان إلي، وهي الحفله كمان كانت إلي، وياسمين اخذتها مني، وانا بعمره ما حد استرجع ياخذ شيء إلي. وهلا عم بحضروا لحمله اعلانيه ضخمه لياسمين، عامله دعايه الماز مع وليد بايك. وليد محمود؟ ايه نعم. وما لقى غير هالشرشوحه تعمل له اعلان الماس؟ هي اعلان العلك كثير عليها. ايه انت بتعرفي نفوذه لجو روماني. صدقني الموضوع اكبر من هيك بكثير، انت لسه ما بتعرف بالقصص اللي بتنطبخ من تحت الطاولات. على فكره ياسمين بكره على الهواء مع باسم احمد. برنامج الحقيقه؟ ايه نعم. حلو، تستاهل. ما عجبتني هالنبره. ليش؟ لاني بعرفك. ياسمين اخر همي، هي ضحية ما لها ند للأميرة. ومين الندلة كان؟ جو روماني؟ الحقيقة